إلى القاعدة حول، أنا أحلق في أرض العدو، تم العثور على الهدف. كم تعبت منك، ضع الطائرة المزعجة بعيداً. كم يمكنك الطنين تحت أذني، ألان سأريك؟ نحن نتعرض للهجوم، دعونا نذهب حالاً. أوه، لقد مر الخطر، أجلس في القاعدة، لكن حان الوقت للرد. لدي فكرة، إنها بالتأكيد لن تتوقع ذلك. لنضيف بعض الطلاء. وهي سوف تستلم. نقلع، نرتفع، أرى الهدف، وأسقط القنبلة. ماذا فعلت يا بوب؟ حسناً، انتظر، لقد طلبت ذلك لنفسك. أعطني جهاز التحكم، أعطه الآن، سأخذه على أي حال. أولا، سريري المفضل. طائرة غبية، ماذا علي أن أفعل الآن؟ أعلم، أنا أحتاج إلى شيء آخر. وهنا يأتي رجل التوصيل، يا لها من سرعة. هذا لي وهذا لك، شكرا. أولا أحتاج إلى أخذ كل هذه الألواح. أوه، كم هي ثقيلة. لماذا تحتاج إلى ألواح خشبية؟ دعونا نرى ماذا يوجد أيضا في الصندوق. سوف أحتاج هذا بعد ذلك بقليل. أنا بحاجة إلى الأدوات. أوه، أنا بخير، وها هي الأدوات. حان وقت العمل، لست بحاجة إلى الصندوق بعد الآن. أولاً نقوم بتحديث الجدران. حان الوقت لإزالة هذا اللون الأزرق الممل. سيبدو اللون الوردي أفضل بكثير. كم هو لون رائع. أوكي. الآن هذا أفضل بكثير. الآن سأضيف بعض التفاصيل. هذا الملصق سيكون مناسباً تماماً هنا. والآن دعونا نجمع الألواح الخشبية. هذا إلى هنا وهذا إلى هنا. هذا ما أحتاجه. الآن أدعه ثابت هكذا. لست بحاجة إلى الجلد المكسور بعد الآن، سأستبدله باللون الوردي. الآن سأقوم بتثبيته وسيكون السرير جيداً كالجديد. نعم، أنا معلمة حقيقية. أثبت السقف، قوتي البدنية مفيدة. بضع مسامير هنا وهناك، وكل شيء جاهز. أحسنت عملاً يا سامانثا. الآن سريري يبدو رائعاً. حسناً، سأجدد سريري أيضاً وسيكون أفضل بكثير. بضع نقرات وطلبي في طريقه إلي. الآن سوف أريك كيف يبدو السرير الرائع حقاً. لنرى ماذا في الصندوق. واو، هذا كل ما أحتاج. دعونا نضع هذا هنا وهذا إلى هناك. لن أتوقف أبداً. هذا هنا. سوف ألصق هذا الملصق هنا جيداً. سيكون رائع. الآن السرير لا يبدو جيداً. أحتاج إلى استبداله. أفضل بكثير. أريد سريراً بطبقين. أعتقد أن المنشار مفيد هنا مع القليل من الجهد. ما هذا الصوت؟ ماذا يفعل بوب؟ هذا ليس عادلاً، أنت تقلدني بكل شيء. سيكون سريري أفضل، لا يمكنني التوقف. أوشكت على الانتهاء، لم يتبقى سوى القليل من العمل. بعض المسامير وسريري العادي يتحول إلى طابقين. كدت أن أنتهي. سوف أزينه بالكتابة على الجدران، سيكون مثالي.
أنا فنان. الآن يبدو سريري رائعاً حقاً. دعونا نرى ماذا فعل بوب. أوه، هذا فعلاً رائع. مرة أخرى لا شيء لأرتديه. هذا لا وهذا لا. كل شيء ليس على ما يرام. ماذا يجب أن أفعل؟ أعرف من يمكنه مساعدتي. أما لديك كارثة، تعالي بسرعة. أنا آتي. ماذا حدث عزيزتي؟ ليس لدي أي شيء لأرتديه على الإطلاق. حسناً، هذا أمر فظيع. لا داعي للذعر يا عزيزتي. الآن سأساعدك لنأخذ القياسات. أعتقد أن اللون الوردي يناسبك كثيراً. الآن سوف أستخدم المقص. سوف أقص قليلاً هنا وهناك. حتى الباربي سوف تحصد فستانك. أوه، جاهز. يبدو رائعاً. فقط مذهل. نعم. يجب ألا ننسى الإكسسوارات. الآن سوف تدهشي الجميع. خذي هذا التاج. استمتعي يا عزيزتي. أنا ذاهبة. وداعاً. الآن أنا بالتأكيد أبدو أفضل. أنا أقبل التحدي. الآن سأريك مظهري الرائع حقاً. ماذا لدينا؟ لا، هذا عادي جداً. ربما هذا. لا، هذا ممل. لكنني أعرف كيف أصلح الوضع. سوف أخذ هذا وذلك. القليل من الطلاء الأسود. وسوف أقوم بتحويل هذه الأشياء المملة. يبدو بالفعل أفضل الآن. يا له من لون. يجب إضافة الإكسسوارات. هذه القبعة ستفي بالغرض. أعرف كيف أجعل مظهري أكثر جرأة. سوف أضيف بعض المسامير. الشيء الرئيسي ألا أبخل أبداً. ما هذا؟ السلسلة. يا له من مظهر رائع الآن. هيا هيا أركض. حسناً، أنا جائع. ربما سأطلب شيئاً لذيذاً لنفسي. أوه، توصيل سريع في الوقت المحدد. أوه، لقد نسيت المال. أوه، انظر هناك. إلى اللقاء. شكراً. سأمثل أنني جدي جداً. أنا أعشق الكولا. وماذا أيضاً؟ أوه، يا له من برجر. سوف يسيل لعب سامانثا. والبطاطس المقلية. واو، هذا يبدو رائعاً ولذيذ. ماذا؟ الكولا المفضلة لدي. كم أريد أن آكل؟ والبرجر شهي. أنا أريد أيضاً. حسناً، سأطلب لنفسي أشياء لذيذة. أوكي. وسوف تطلب أن أشاركها معك. وهو طلبي. باي باي. واو، كم يوجد أشياء لذيذة هنا. ربما سأبدأ بالآيس كريم. ما الذي يمكن أن يكون أفضل من آيس كريم بالفراولة؟ أوكي. هذا المخروط مع جبل من آيس كريم الفراولة. هكذا. أوكي. ربما يمكنك مشاركة قطعة معي. مشاركة؟ لا تجعلني أضحك. بالطبع لا. حسناً، انتظري يا سامانثا. أمسكي هذه الكرة. لا، ما هذا؟ سقط كل الآيس كريم لدي. سقط على وجهي. مباشرة على الهدف. نعم نعم. يا لها من قائمة تشغيل طويلة. إنها أغنيتي المفضلة. سأرفع الصوت عالياً. أوه، يا له من لحن. ما هذه الموسيقى الرهيبة؟ كيف يمكن أن تعجبها؟ أخفض الصوت يا سامانثا. لا أستطيع الاستماع إليها بعد الآن. حسناً، سأريك بعض الموسيقى الرائعة حقاً. هذه هي الموسيقى الرائعة وليس مثل أغانيك الأنثوية. أستطيع تشغيل سماعة الرأس. لا يمكنك منعي من الاستماع إلى موسيقاي المفضلة. سأجعل الصوت أقوى. هاي، ليس عادلاً. لكن لا يمكن لسماعتك أن تقاوم هذا. حفلة روك حقيقية. هذا
هذا صوت عال وصاخب. أحتاج إلى سماعة أكبر. هذا أفضل. ماذا تفعل؟ يبدو أن بوب قد أصيب بالجنون. حسناً، سوف أتصفح بعض المجلات. ألا تعتقدي أن هذا صاخباً كفاية؟ الآن سيكون صاخباً. خذي. ما رأيك بأغنية جديدة سامانثا؟ اشتركوا في قناتنا وضعوا إعجاب. إلى اللقاء يا أصدقاء.